أنا هنا هتعب يا ورع دوبك بس نحط هذا نجيب هذا لنا بالورع. تعال يا ورع تعال تعال يا ورع نجيب هسه أصدقائي الورع لأن طب 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 الحفرة بس أنا يوقف ويلا طب الحفرة يا أصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أصدقائي أنا عندنا شرح السبب أنا طايرة بالسماء أصدقائي كما لاحظتوا أني عندي سكن جديد أصدقائي هسه نروح نسوي بالونات هذا نوع عليكم به هذا نجيب هسه الألوان نجيب أخضر أحمر والله كيف هنا أزرق أزرق وأنا لازم أختفي نروح أجيب هاي أصلا نروح أجيب هاي طبعا يا أصدقائي هسه أجيب بيضة أنب هسه أجيب بيضة أنب وين هاي بيضة أنب بيضة أنب يا أصدقائي دور بيضة أنب أنب وين هي يا ورع سنزق الدور عليه وين أرنب في النهي صحيح أرنب هسي شوي هنا نجيب هاي اللوكة هسي نسوي هيج هيج يا أصدقائي حط بالونه مبين بنحط هيج نحفر حفرة تعال يا ورق تعال تعال طب 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 نه نه قبل تعال نه تعال 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 طبعا عزك على مل سيشيل تحط هنا أصدقائي شي صارت ايه صح السنة على الاخضر السنة على الاخضر شوي من اكبر من هاي خلينا هاي هنحط هيك يا اصدقائي ونحط بعد انب نحط بعد انب يا اصدقائي شوفوا هسه وين نحفر حفرة هنا يا اصدقائي نحفر حفرنا حفرة حط هنا وين الانب الورع تعال يا ورع حطهم هنا بالحفرة 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 حفرة الحفرة الحفرة تناديك يا ورع تعال يا ورع اصدقائي هذا ما يطب الحفرة بس قفولي انا ادفع منه هيج 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 اندفع ادفع تعال ايه بس قفزة اخيرة ويطيح هسه بعد ما اربط ايه عن مربوط حطه هيك يا أصدقائي صير ندفنها ندفنها أصدقائي إيه صير صير ندفنوها هيك صارت حلوة حسين نبديع اللون الأحمر لون أحمر أسوي هنا بصفة أنا هنا نحط حفرة في ورعة دوبة بس نحط هذا ونجيب هذا لنا في الورع تعال يا ورع تعال تعال يا ورع نجيب هسه يا أصدقائي الورع لأن طب 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 الحفرة بس أنا يعني يوقف ويلا طب الحفرة يا أصدقائي سج نتفينه زفنا أصدقائي نجيب اللون الأخ هو الأصفر جيب جيب هذا الأصفر أصدقائي ونجيب هم أنب ونوقف نسوي هسه اللون سنحطها هنا أصدقائي شوفوا شلون نحطها ونحطها هيج جيب هاي القلاة عليها
المفروض اسوي هيك وهيك على مود لا ضيعتني. وين؟ لا صح، هسه نجيب بيضة العنب. هذا الورق تعال، مثل هذا الطبوب من الازرق كودا وهني سيطب طب، انا هذا راح يطب ساعة. هي ورق طب يا اصدقائي طب، سوي حطه هنا ربطه هنا. اوه دفنوا هذي، نروح السينمني كله احطه اكبر كنا نطيح من نهاية العالم يا اصدقائي. شوف هالسينفر شنو النحفر يا اصدقائي، فني حفرات كبيرة يلعبون بيها الأرانب. سين جي باي عايشين هنا، نجيب حبيب ونحطه هنا. طيب يا اصدقائي هسه نحط كل الأرانب وحاجات يا اصدقائي كلهن نفس الشي. اوه هذا الجزرة جزرة حاطها انا ويمشي وراي. طيب اصدقائي هسه نروح نكبر الحفرة يا اصدقائي. يا ورع فخر، يا ورع يا ورع اريد اسوي الحفرة يا ورع. قعدتني يا اصدقائي لان انا ما يسعد كلام. يا ورع جيت اطيح يا اصدقائي. رحنا نهاية العالم شي طبعا، سوي كل حشيش شيش. يا ورع تقدم تقدم تقدم، احسن الورع ما يتقدم المشكلة. جيت اطيح من هذا العنب. الورع يا علم الورع يا نوب. هسه قطع اصدقائي صار مكان كبير. يا حين حط جزر يا هولي ريد. يا ورع شو يسوي يا اصدقائي؟ ولده واليد صغير هذا مات ليه؟ انا هاي انا اللي همي انا نحط الهن جزر يا اصدقائي. نحط الهن على المود ياكله، نحط الهن الهن ياكله يا اصدقائي. سين اصعد فوق سنحط الهن هنا يا اصدقائي في السقف، والهن احط هنا بيضة هنا همي انا يا اصدقائي. ونحفر حفرة كبيرة واصدقائي هم هذول، فنحفر يا اصدقائي نجيب هذي ونحط هنا ويلا نتهن يا اصدقائي. شوفوا حركة الحبار يا اصدقائي، شوفوهن شوفوهن كأنها مع حركة الهواء يا اصدقائي. وصلنا لنهاية الحلقة، ارجوها تكتبوا بالتعليقات افكاركم واراكم، لا تنسوا تعطونا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تجديد منكم لنقدم لكم كل ما هو جديد. ابو الصمت تعبتوا كثيرا، اعطونا لايك واحد يا اصدقائي.